لكم بدايات كي دايرين صافا بخير كلشي مزيان اموركم هانئه مرحبا بكم في فيديو جديد باينه مني بديتو لكم لاول مره تشوف القناه ديالي خلي لي اختي ابوني خليوا لي جيم كومونتير كتمنى تكونوا بخير وعلى خير كلشي مزيان دونك اختي اليوم خريجه مع العائله كنصور لكم كنشوف مورايا حمار دايز واحد وين وين واحد الله لا دايز عندي نيشان سير خوت نبقى كنهضر تيجي يدخل فيا جينا للغابه جينا للغابه ديال معموره عرفتوا شحال بيني وبين معموره كنا الا مشينا للغابه كنمشيو لهداك داك بوغابه ديال كنمشيو لداك بوغابه اللي جيت كنضغط حتى عزتين جاي دز من هنا باش ما تبانش ليكم كنا كنمشيو للبوغابه كنا كنمشيو لها هي اللي كنا كنمشيو لها بزاف ايوا صافي هادي عرفتوا شحال بينا وبين معموره وخاص الصراحه ما بقاتش كي كان شحال هذا كان شحال هذا كان هادي من هنايا كان كيكون السوق وكتكون عامره باقي كنعقل كنا صغار كنت كان كيلعبوا بحال كيقمروا تمايا ولا ربحات كتربح باقي الكيسان المهم حتى راه كامله ما كانت عندنا الطفوله دوزناها هنايا والطبيعه كانت تكون خضراء دابا راه الدنيا شويه ناشفه واش مع الخريف واش ما ماشي كيف كانت ولكن المهم جينا اختي هكا مع العائله جينا مع دار عز الدين ايوا صافي اختي وجينا نفوجوا شويه دابا جاوات الايام ديال العطله خاصنا نستافدوا مجموعين بعدا ونقسم مجموعين ونسبعكم بعدياتنا قبل ما يمشيو ايوا اختي هذا الشيء اللي كاين دوزوا معنا النهار كيف ما غندوزوه وصافي المهم عاد نبدا نوريكم لان الدنيا باقي الله كتعمر انا غنصور لكم كلشي ضربوا دويره ولكن انتم راه باقيين الله كيجيبوا هذا الشيء اللعاب وباقا هي السوق بدلوه من هنا ولا كاين اللي هي لتحت ما غيبانش ليكم حتى ندي تمايا مع دابا باقا الشمس مطنطنا يلاه 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 بداو كيعمروا غير يعمر السوق لتحت ونصور لكم وصافي اختي نلعبوا كره شويه ما جبناش كور دابا باش نديروا طياشه تقولوا لا وما زعلوا لا انا كنقولها طياشه ايوا صافي اختي صافي اختي هنا نيشان دزنا تغدينا قبل كلشي غير جلسنا في الغابه جلسنا نتغداو لانه كنا ديجا وصلنا حتى ديك الوحده ولا الوحده وشي حاجه صافي ومشينا نيشان مع الجوع صافي وجبنا ساندويتشات ديال ساندويتشات فيهم الكفته ديال الحوت زوينه راكم عارفين ديجا كنقول لكم ديما كيعجبني الحوت فهم باش غنتغداو وهنا اختي انا كنت كنحيد ديك البصله الخضراء وعز الدين كيصور فيا انا ما عنديش ما داكشي خضر فحال البصله الخضراء مطيشه خضراء ما تيعجبونيش خضر كيجوني مذاقهم تيكون مجهد بزاف وصافي هنا بنانه حتى هي جالسه كتلعب تمايا وباغات تاكل حتى هي الحوت وجالسين اختي كناكلو في الطبيعه وهنا بطبيعه الحال الزوج الكريم سال الماكله هو الاول وجلس كيصورني انا باقا هنايا كناكل ما كلتش ثقيل كلشي كيسالي كنبقى انا الاخره كناكل بشويه كناكلها ونعرفها فين غادا شويه عليا هنا كالعاده الدراري الصغار ماشي الا ديتيهم السويقه يشوفوا اللعاب صافي راه كاينين في السويقه فين ما مشيتي هنا غير وصلنا للغابه ويبدا كيشوف كاين العود كاين الماطر كاين هادي صافي غير كلا هو ينوض نيشان بغيت تركب في الموطور صافي جا غادي هنا كنقلبوا على شي موطور باش يركب فيه عز الدين ايوا هنا اختي كنوريكم كاينه كانوا كيحطوا هنا يلا بداو كيحطوا دوك العيالات هكا ديال الماكله وداك الشيء وهنا كي قلت لكم البنات كيطيبوا الطواجن اتاي المسمن الخبز كلشي هنا كيطيبوه في هذه البلايصه بحال كي قلت لكم شحال هذا هو السوق هذا هو اللي قلت لكم غير هو هنايا ولاو قلالين ماشي بحال كان تيكون السوق عامر اولا عاوتاني حيت حنا ما مشيناش في شي عطله ولا
لا كانت عطلة ديال المولد النبوي، ولكن مشيناش مثلا في الربيع، دابا راه هنايا دخل الخريف، فماشي كلشي كيمشي للغابة في هاد الوقيته. العافية شاعل، وانا لابسه انا غير هاتي الشورطه ولابسه كولون، وانا كتبتو تكرشت مشي عليا حتى وصلت بزاف، بدا دايره لا مكياج الاول اخت الصعيب جينا قاسي مقابلين، جات مشينا جبنا كرسي نجي نجلس حدا بقى واقفه. انا اختي كي قلت لكم في الاول الدراري الصغار خاص من حاجه من الموتور، مشى لذاك اللعبه، من داك اللعبه داز لهنايا بان ليه الحمار، قال لك صافي ركب فيه، باغي في الاول يركب في الاوج، شويه بان ليه كبير قال لك لا صافي غنركب غير في هذا صافي. وكانوا هاد البنيتات هنايا كيخدموا مساكن بحال هكا بهاد، كل وحده عندها الحمار ديالها وكي كيضربوا هكا بالناس الدوره وكيخلصوهم وداكشي صافي. وبقى هنايا مشى كيدور معهم، وهنا بقاو مع هما جماعه بحال ناس زعما كاساكنين مع بعضياتهم تمايا، فهنايا كانوا مجموعين وجاو مجموعين صافي. والبنت اللي مشات تدور جاد وبقاو هما هنايا وشافوهم بعد الكره، وقال لك مساكن بغاو الكره يلعبوا فيها صافي. وبقاو مونسين عطر كيكونوا فحال هاد الناس ماشي غير شعبيين زعما، تيكونوا طبيعيين على طلاقتهم صافي. وجالسين كيضحكوا وكيلعبوا هادو صافي، بقينا جالسين حد هما جالسين حدا انا صافي. وتلقاو لنا هاد الحميرات ديالهم، وشوفوا كل وحده فيهم مزوق الحمار ديالها بشكل، هادي دايره ليه هاد البابيون قد والاخرى لهيه دايره ليه بحال داك ديال البريون اللي كنديروا في العيد ميلادات. شوفوا كل وحده كيدايره الحمير ديالو، كل وحده كيمسميه صافي. ومن بعد هنايا بقاو هما كيلعبوا بالكره، وقالت لجد صافي سير بقى الدور بهذاك صافي. بقيت انا نتا قلت ليه زعما راني واعره، قلت ليه زيدي يلاه نوض اجي ندورك، انا راه زدتي تضحك عليا تقول انت براسك خايفه من الحمار وهذا الدوري. بقاو البنات كيلعبوا بالكره، قال لجد صافي سير دور، قلت لهم انا مشينا ندورو وير الحمار مبيضو لي لهلا الحمار بيضا لي لا غادي نيش تبع نجرو عيد نقول ليه الشكل فيه الرا ما خليش ما قلت ليه ها الرا. ومن بعد اختي ضروري من البلاط، شكون اللي يمشي المعموره ما ياكلش البلاط، وهذه هي وقيتو ديجا. وهذا عرفتو البنات واخا خضر اللون ديالو خضر، ولكن راه حلو وبنين، قليل اللي كتلقاي فيه شي وحده بحال هكا حاره صافي. هذا المقطع لقيت عز الدين مصوره صافي، حطيته قال جات تياكل وقاس مقابلو تيصورو صافي. ومن بعد عاوتاني شويه لعبنا شويه كنجمعوا شويه، من بعد اختي خدينا واحد البراد اتاي من دوك العيالات اللي كيبيعوا تمايا صافي، وجلسنا حتى هو مجموعين عليها اختي. هي حبيبة لا هي معرف خذوا هاتوا خلي خلي الدخ خلي الدخ الميه خلي حرق كبيدات. ماما اختي جينا للدار، بغيت نطلع عليكم هكا
صافي اختي جينا عرفتو ماشي جينا هي دابا راه قبيل دابا راه 12 ديال الليل غير مني جيت انا كنقول دابا نصور دابا نصور دابا نصور مع بغيت تنوض نلبس عليا شي حاجه بقيت عكزانه تنضرب صافي اختي داز نهار غزال ما شهيتكم فيه انا اصلا كتعجبني الطبيعه وكيعجبني ديما بحال هكا ندور في هاد البلايص بحال هكا وداك الشيء ولداج راكم عارفين راه جلسه مع العائله شي حاجه زوينه دوزنا نهار هكا زوين الدراري الصغار تي عامه حتى شتي طرا لي دابا بحال هكا خصوصا في التقاده ديال بنت لوستي طريبيات واش حكى الموت على الطريبيات كنقول ما كنكرهش يبقاو الدراري هي قد هكاك كنموت على الوليدات الصغيرين كيعجبوني اون فوا تيفوتو داك 3 سنين ولا عامين ونص ما تيبقاش عندي معاهم كتكثر فيهم داك الحركه والغوات وهذا ماشي تيبقاش عندي معاهم في مره لا بحال دابا ولد لوستي الكبير عاوتاني معزته بوحدها الصراحه لانه ثاني عرفتو ملي كان صغير كنت كنعطي الخاطر نلعب معاه وداكشي ولكن زعما كنشرح لكم كيفاش ودابا بعض المرات بحال كنبقى نشوف حكا بنت لوستي ولا بنت صاحبتي ولا هذا تنبقاو نقول واخا خاصنا شي وليدات شويه ثاني ملي تنجلس تنقول وفيهم صداع الراس دابا ملي تنبقى بحال هكا متكيه مصنطه العظامي كنبقى نقول وكون كنت دابا عندي شي بزقول كاع ما يخليني حيت دابا كنهضروا تقول لي تشا تابعك تابعك الوليدات تابعين تابعك صداع تابعك تابعك دابا كنهضر معاكم مي الصراحه ماشي حتى حاجه من هادشي ما هي اللي حابساني على زعما حابساني على اننا ندير وليدات حابسنا حوايج اخرين اليوم كنفكر في المستقبل قلت لكم شحال هذا انا انسانه كنفكر في المستقبل بزاف ما تنفكرش في غدا تنفكر في 10 سنين لقدام ما عرفتش واش نعيشها من هنا لغدا ولكن انا هكا دايره كنفكر بزاف لقدام فباغا عندي شي حوايج قدامي خاصهم يكونوا اساسيات عاد يكونوا الوليدات المهم الخلاصه دازت اشياء زوينه فعلى كفوق ما قدرتوا انكم تخرجوا ماشي ضروري تمشيو للسويقه ماشي ضروري ماشي زعما كل مره الوقت اللي تحسوا براسكم بغيتوا ديفو ولا بغيتوا تمشيو شي بلاصه تجريو وتمشاو وتجلسوا تجمعوا وتضحكوا سيروا بحال هكا البلايص ديال الطبيعه ماشي ضروري الغابه راه كاين جريدات يكونوا كبار انت تمشي ديري كاسكرو تهزي معاك كاس والله لا انا شحال مره صورتها لكم شحال من مره غير انا وعز الدين انا ويا الراس في الراس العشيه كنوجدوا قهوه في الطرموسه ولا في الكويسات وشي كيكه ولا ناخذ بسكويت في الزنقه ونمشيو نجلسوا في واحد الكازون حدا البحر ونبقاو جالسين مصنطين العظامنا في حال الخريجات راهم بسيطين وما فيهم حتى حاجه ولكن راه كينفعوا نفسيتك بزاف كينفعوا النفسيه بزاف ايوا اختي هادشي اللي كاين المهم نتلاقاو غدا ان شاء الله لانه الفيديو جاي قصير كنت باغا نحط لكم الصراحه غير هادشي ديال الخريجه ساعه الفيديو غيجي قصير غتجي فيها شي 9 دقائق ولا هذا وما بغيتش ما هي والو داكشي علاش نتلاقاو غدا ان شاء الله باش نكملوا الفلونغ كبيدات الو اختي دابا الصباح نهار ثاني فقت اختي قدت دغيا مكياج ما تديوش على هاد الشنتوف حيت دابا انا كنني كنجمع شعري بحال هكا كنفيكسي هاد البيبي هير كله صح لقيت زوجي قرات عيني سالا ليا داك البرودوي باش كنفيكسي به شعري ولا عجبو حتى هو اللي كيفيكسي به شعرو وسالا ليا وخاصو يمشي يشريه ليا ايوا اختي المهم فقت لبست قديت مكياجي انا زعما شي حاجه هكا من الفوق حيت بانت لي الشمس وشويه تيولي الريح صافي غادي نمشي للمحل المهم عزيزكم خدام غادي نمشي في الطاكسي عاسو كنرفد الهم لهاد مشيت للطاكسي وحق الله مع صافي ولفت الترونسبور ما بقيتش نقدر الا للطاكسي ولا شي حاجه خصنا الصهد نبقى نتمشى غدا انا علقتها في الدار عاد نخرج نتمشى ايوا صافي اختي ماما واحد الساكادو وليت انا وياه بحال الاخوه انا وياه اخوه هذا الساكادو مسكين والله الا البنات هو اللي نافعني هذا هو اللي كندي معايا للخدمه تبوتو عليا بالضحك هو اللي كندي معايا للخدمه هو احمر ايوا فين ما كتلبسي شي لون كنلبسو كتلبس الخضر نهزو كتلبس الصفر نهزو مو فين وقت ما غادا المحل كنهزو ما كيجيني هكا كبير وعتو كنجمع فيه كلشي مثلا دابا هكا الماكله اللي كندي معايا للمحل درتها فيها الدفتر ديالي اللي كنكتب فيه لي كوموند وداكشي كنديرو فيه التليفونات اللي كنخدم بيهم الشارجور الوراق لي تيك ديال هذا كلشي كنجمعو هنايا وشي عصير المهم والله الا نافعني هذا الصاك واخا تنقول راه احمر اللي لبسته نلبسو معاه ولكن اختي نافعني يلا دابا المهم يلا نمشيو للخدمه هاي اختي يلا وصلت غير كنحل البنات اول حاجه هي كنجمع لي كوموند خاصهم يتجمعوا وعاد تنجلس باش نجمعهم في لي ساشي
شرحوا لي شنو جابت لي حنان. ماما خليت وهي لاباج انستغرام ديال حنان ديكور، راه هي اللي كنت صوبت عندها واحد لي طابلو، غادي نخلي لكم التصويرات ديالهم اللي مدوقه بهم في الوسط ديال الدار، وهي اللي كنت صوبت عندها البلاكه ديال المحل. لا تعقلوا، شوفوا شنو جابت لي اختي. شوفوا شوف، عرفتوا من امتى كتصيفط لي في التليفون كتقول لي راجع بغيت نجي لعندك المحل، بغيت نجي لعندك وما كتبش، بقيت كل مره كتكون عندي شي حاجه وما كيكتبش اننا نتلاقاو. حتى اختي شوف شوف شوفوا علاش مسكينه جايه ومعذبه وكتعيط لي في التليفون، والبارح حتى عيطات لي ولقاتني مشيت بحالاتي. شوف اختي شنو جايبه لي. شوف شوف عرفتوا حق الله، قلت لها بحال اللي علمتي لي. شوفوا البنات شحال غزاله ناري. شوفوا شوفوا شوف شحال فنه مباخره، دات لي هكا فيها السميه ديالي وجاي فيها الدوغي خطير. زوينه البنات، خدمتها غزاله، خدمتها البنات غزاله، ماشي حيت صاحبتي وحق الله العظيم، خدمت من عندها شحال من حاجه. قلت لكم عرفتوا الطابلو ديال والثمن، الثمن قبل كل شيء ثمن مناسب. عرفتوا كدير داك دوك التوزيعات هكا ديال الحنه ديال عيد ميلادات، داكشي ديال هكا ديال العاد ديال لاك، داكشي باش كتزوقوا الطبيله، كدير بحال هكا هاد اللعيبات هاد لي طابلو داكشي. انا ديجا داك الطابلو، داك ثلاثه ديال الطابلويات اللي عندي في وسط الدار اللي مكتوبه فيهم الحمد لله بسم الله، وهذا كنت هما مصاوبهم عندها. عرفتوا الكاليتي ديالهم كي دايره واعره. وهاد وهاد اللي درت هنايا البلاكه ديال المحل، راكم عارفينها البلاكه الكبيره اللي فيها السميه ديال المحل، هذيك البنات عرفتوا شحال كيصاوبوهم، كيصاوبوهم بالثمن. والله البنات لما واحد الثمن تخي 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 ريزونابل باش صوباتو ليا، ماشي حيت انايا راه هي اثمنه عندها زوينه. وصافي مسكينه كتعيط لي والله الا عرفتوا، هضرت معايا داك النهار قالت لي راه غادي نجي لعندك، قالت لي راه كانت باغا تجي تشوف شي حاجه واقيله. قلت لها صافي اجي ولا كان داك الارتيكل ما كاينش، وما بغاتش تقول لي دابا تنتفكر يعني حنان تكون كتفرج دابا. قلت لها قول لي شنو خاصك بعدا باش تجي لعندي، قالت لي لا راه خاصني واحد اللبيسه. صيفطت لي قلت لها راه ما كايناش، قلت لها باش بلا ما تجي تعذبي، قالت لي صافي بلاتي حتى من بعد، قالت لي غادي نسافر تنجي. وقبل انا ما كنتش في المحل، صافي مني سافرت وجات البارح كتصوني عليا قالت لي انا خارجه دابا نجي عندك، تلاقيتيني سديت وغاده. اليوم كتعيط لي راجع انا نخرج دابا ما تمشيش من المحل. قلت لها صافي مسكينه اختي جايه جايبه لي هذا الكادو غزاله حق الله، كتكتبوا غير الوجوه الزوينين والله الا احسن حاجه. كي قلت لكم نخلي لكم لاباج ديالها، راه ماشي حيت صاحبتي، راه خدمت معاها انا، يعني انا خديت حوايج من عندها ليا انا للدار، يعني قبل ما تكون صاحبتي خديت من عندها انا ليا للدار او للمحل. فريمون كاليتي توب البنات، كاليتي واعره، ثمن مناسب. نخلي لكم الانستغرام ديالها هنا، دخلوا ضربوا دويره، كلشي اي حاجه خاصك في الديكور، اي حاجه خاصك في شي حاجه ديال عيد ميلاد، شي ديزاين، شي حاجه كتقادو، كتقاد لي طابلو، كتقاد كلشي كلشي تبارك الله متعدده الاستعمالات. المهم دخلوا لعندها. ودابا اختي جالسه كنتسنى عزيزكم يجي باش نمشي فحالاتي للدار، لانه طفيت 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 خاصني نمشي للدار. ايوا اختي هادشي اللي كاين، هذا نهار تيدوز من هنا من هنا، وكنفكر في العشاء. وقولوا لي واش كرهتوا نتوما كلمه اش غنديروا في العشاء، عز الدين ما تيحملهاش، كنبغي نقولها ليه تقول لي صافي صافي. انا حتى انا ما نكذبش عليكم، اش غنديروا للعشاء، اش غنديروا للعشاء، واحد الكلمه اللي كرهتها دابا انا اش غنديروا للعشاء. اراجع وليت كندخل هكا الانستغرام ولا هذاك، اول فكره كتبان لي كنمشي ندير، ما نكذبش عليكم باش تنوع. ايوا صافي دابا طلع لي واحد كيدير واحد الدجاج بالشعريه الصينيه، غادي نديرو ان شاء الله، غادي نشوف واش غنديرو هو ولا ندير كنعز الدين مجهد دجاج بالبصله والزبيب. المهم غادي نشوف ديك الساعه شنو غادي ندير. واختي مني جا الزوج الكريم قالك نمشيو اختي نشربو شي قهيوه، نقسم تكون سونطراو شويه ما نبقاوش على الخدمه 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 الخدمه. صافي وخرجنا مشينا للقهيوه، وهنايا عرفتو كنوريكم راسي، ما حدش علاش راسي ولا جايني في شكل، واش سماريت والزعوريه مبقاتش جايه معايا، وجهي بعدا ولاو فيه الحبوب، وهاديك لاطاش الكحله ديال الشمس مو وجهي ولا تجيني في شكل، ما عرفتش شنو المشكل اللي عندي مازال ما عرفتش، شي حاجه مبدله فيا ما عرفتش شناهي. اللي عرفات تقول لي في لي كومونتير. صافي اختي وبقينا جالسين كنتسنطوا على دمره شويه، نتناقشوا شويه، نهضروا شويه، ضروري اختي هكا تشيك ليسا هكا مره راس في الراس، وخا في الدار ولكن في الزنقه ماشي بحال. اختي جيت للدار رد العشاء معايا، ولكن ما درت لا هذاك الدجاج بالفيرميسال اللي قلت لكم، ولا الدجاج مرقه، درت رفيسه. البنات القدامات راه عارفين اختي انا مدمنه على الرفيسه، انا وراجلي مكنكروش ناكلها كل شهر، وفعلا كناكلها كل شهر. فاللي زعمني عليها انه كنت ديجا في الفريكو دايره هاد التريد ديال هاد المسمن ديالها، كنت ديجا عندي مستوكي في الفريكو،
ايوا صافي وقلت ساهله دونك نرد المريقه وصافي نسمنا وطيب حيت نسمن لي عكزني عليها. صافي دابا كنقل عديسه رديتها اختي الرائحه ما نقولكمش. ايوا اختي ورديت ليه اتاي باش نديرو كسكروب وصافي خدامين هنا وهنا اختي شغل نديرو الفيزتي مرقصه دابا غنزيد الميه ونخليها طيب وصافي اختي. هذا هو الكاسكروب ديالنا مسمن مع دابا ما كنتغداوش واخا كندي معايا شي حاجه انا الماحل وازدي انت هو كيدي معايا شي حاجه ولكن واخا كختنا شي كاسكروب نيت. صافي هنا كنوريكم هذه الكيكه راه حطيتها في الطاسه ديالها نتوما ماشي برانيين هذاك الكراميل ديالها مع الثلاجه تيولي فحال هكا. ودابا اختي صافي حطينا كاسكروب عشاتي كيطيب ما سمعتش عشاتنا كيطيب فيستنا كتوجد. صافي غنسالي معكم هذا الفيديو هنا باش بلا ما نزيد نطولوا عليكم. غادي نقول لكم السلام عليكم. كنتمنى الفيديو يكون كان خفيف ظريف على قلوبكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.